شل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أنا الملازم أول أحمد محمد طقة، أحد القادة الميدانيين لكتائب الصحابة في دمشق وريفها. أعلن باسم كتائب الصحابة تنفيذ عملية من قبل سرية المهام الخاصة التابعة لكتائب الصحابة، حيث قامت هذه السرية بعملية أمنية متقنة على مدى شهرين بمراقبة أشخاص خلية ما يسمى إدارة الأزمة في سوريا، حيث قام أحد أبطالها بداخل المكان بعملية أمنية متقنة وقام بقتلهم بطريقة معينة أتحفظ عن ذكرها الآن. وقد تم بعون الله قتل كل من آصف شوكت وهو مدير المخابرات العامة وهو صهر عائلة الأسد، محمد الشعار وزير الداخلية، داود راجحة وزير الدفاع، حسن تركماني رئيس الخلية ونائب فاروق الشرع، اللواء هشام البختيار رئيس فرع الأمن القومي، محمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد. ونعلمها مدوية أننا ماضون حتى إسقاط هذا النظام. الله أكبر.